ونوع عبد العزيز عود. يلا يا شباب عبد العزيز بعده الشباب ثلاثة عبد العزيز نازل ومبلش انه بلا حكي نازل ومبلش كل الوقت هيك مقيم كل العالم انه انت يا لطيف وبعدين نبلش في هضمن ينتبه ما له علاقة بس مش كل الوقت ما نستغل هضمنتنا للناس اذا قالوا الناس عنا نحن عزيزين ومنيح مش منستغلها ما منستغل مش كل الوقت انه يلا قال له اذا حبيبك عسل لا تلحسوا كله عظيم هو بقى أميت والدي زي الشالة من نظرة والدي حضر شو بدالة اللي بيشوفوا لعبد العزيز عنده ثقة فظيعة لا 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 ولا لا لا هو الطبل هو حد ذاته مش طبل انت الصوت يعني هو الايقاع نفسه لقيت هيك هلا شوف ايش راح يصير فيه هلا شوف عنده نوتات عاليه لا ما تدري ايش صار فيه هلا هل هو وبعدين بعدين عنده خاصية هي عنده كلمه باخر كل الاغنيه لا ومع هوك من تحت بالبوكس بتعرفها بالبوكس كلها في هاي الضربه هاي القاضي طلعت هوك اذا اصطابك اصطابك يلا صار شو هلا شو عم بله هون هون فين هيك راح نعمل لكم شوكولا لا هاو منيح بس الاربي مش كتير اكيد منا انا قلبي عايدي فيها والهي اداء وبلهن هول ايد هيك انه يلا انه كذا هيك بس صارش هلا شو هي شو فجأة صار هيك فجأة هو هيك رجال صار هيك انه كنت واحد عم يضايقوا عليه او واحد كانوا عم انت عم يعصروه من تحت فهمت كيف بقى هيك بقى شو في شيء ياسمين النار صار صوتك هيك وصوتك هيك اذا قصدك تعمل ما هو بيعمل بالانجليزي مش ظابطه معك انه هلا بقلب صوتي كثير عم طلع غلط اوكي ليش هيك شو صار انا اقول لك شو اللي صار انا ما ابي ابرر ولا بدافع عن نفسي بس ممكن هيثم وسلطان يشهدون شو اللي صار مو غلط مني انا صدقني نهائي شو صار قولوا لي ما بالي ما داعي يعني ما بي ما بيني كلام ولا شغله لكن ممكن انا راح اتحملها هي عاليه عليك انا بالنسبه لي عاليه عليك منيح واذا بدك تعليها لازم كنت تعطيها لحدا اذا معك لانه انا بشوف انه هون عم تغني كثير مقلوب صوتك مش منيح ما مش اختصاصك هالشيء ابدا يعني حتى مش من تكنيك قريب عليك ابدا يعني محمود قريب عليه يمكن لانه بيحب الغنية غربي نوعا ما شو اسمه ميرال كمان وونية زينة 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 بتعرفهم او اللي بيعرف شوي اللي يغني غربي او بيعرف تكنيك الغربي بيعرف كيف بيقدر يقلب ويضل نضيف صوته قليل اللي بيعرفوا هالشيء وهذا لازم يكون كل واحد عنده التكنيك الاصلي اللي هو للصوت ما له علاقة اذا كان غربي او شرقي شو حبيبي بلا هلا بلا ما له علاقه مره على العالي واحد بيعمل هيك بناعم بياخذ بسموه دومي فوا ايه بده يكون كثير عنده تكنيك ايه ضروري هذا الشيء يعني مرات دون انتباه بيستعملوه الشباب وبس مرات اللي بيعرفوا موسيقى واللي بيعرفوا يغشوا بيعرفوا كيف بيصير التكنيك هو تكنيك شو ما كان استعمل في سبيل الصوت هاي هي الاساسيه اوكي هاي هي اصيل يعني اللي بيعرف مرات بتظبط معه ما بيظبط بتظبط معه ايوه هاي اختصاصه صار على لا يلا مية ورد زي اوكي اول شيء كان ظابطه بعالي انا بالنسبه لي مش ظابطه ابدا
طب كمان ما تموش بالاغنيه تبع صاحبك يا اخي شو بدك فيه؟ طيب خلص تغني لك خسكوت انت، انا قلت تغني شو بدك فيه؟ انا قلت لهم شغله، انا قلت لك بحركه حلوه مصر كمان انت كله غيره كمان. يلا شو جميل كان.